يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الوعاظ عندما يقوم بالوعظ وترد في موعظته بعض الآيات يقوم بترتيلها، هل هذا الفعل مباح؟ ما كان معروف هذا، كانوا العلماء إذا أرادوا الاستشهاد بالآية يأتون بها من غير ترتيل، لأنه ما هو بتلاوة، هذا استشهاد، فرق بين الاستشهاد وبين التلاوة. نعم. وأيضا هذا يثقل على السامعين، إذا بقى يرتل يثقل على السامعين وينسيهم أيضا الكلام اللي قبل. نعم.